شكرا لهم بزاف. شوف اللي تيحب ربي كيحب فيه خلقه، وهذا دليل على حب الناس ودليل على انه مهما اغردت من اشاعات ومن اقاويل ومن اي كلام كيتقال، راه شفتوا البلبله كانت نايضه اليوم عند خويا عبد الله البلبله، ماشي الهدهد اللي مسكين ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء، بغى يعني بغى يسوقوا السمعه عند المحل، ولكن تيقول لك لرب ضاره نافعه. الناس عاد بغاو كثر يعرفوا فين كاين هذا السونتريز، وبقاو ناس كثار حابين انهم يعرفوا المكان ويجيو ليه، هو خير دليل. راك شتي اليوم كانت نايضه. واحد الحاجه، الملايين اللي هي الشغل فيها كبار الفنانين، كبار الفنانين في المغرب او خارج المغرب كيشتغلوا في ملاهي ليليه، وحتى السيده اللي عندنا معها مشكل دابا راه كتشتغل في الملاهي الليليه. الملهى الليلي هو مدرسه في حد ذاتها، الكباري مدرسه للفنان، للفنان على 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 الحس الموسيقي، فهو مدرسه. الملاهي الليليه اشتغل فيها كبار الفنانين، ماشي ما شوف لا داعي للتعميم لاني لا احب لغه التعميم، هو دائما كما كنقول تعميم لغه الجهلاء. الملاهي الليليه اشتغلوا فيها كبار الفنانين، اشتغلوا في الملاهي الليليه، راه كنشوفهم كل شيء باين. يعني الملهى الليلي شيء لا يسيء الي، لانه الملهى الليلي يعني الناس كيجيو كينشطوا، وكما قلت لك راه كبار الفنانين في المغرب وخارج المغرب كيشتغلوا في الملاهي الليليه. على الفنانين اللي كيجيبوهم من برا فين كيجيبو كيشتغلوا؟ اغلبيه ديالهم كيجيو يشتغلوا في الملاهي. لا شوف شوف الحمد لله دائما في مكان المغرب كنزل معززه مكرمه، وكان يلاقيني الله بوجوه بحال الاخ عبد الله وغيره بزاف ديال الناس، وكنخدم معاهم معززه مكرمه، ويكون الاقبال دائما يعني دائما متواصل. كنتوا معايا اليوم مرافقيني، شفتوا انه الناس معيطين لنا من الناظور ومخلصين الطيارات باش نمشيو. لا ابدا، شوف انا بالعكس انا دائما هضرت الناس كنعفط عليها وكنطلع باش نطلع الفوق، يعني طالما كاين هجوم شوف الناس ما كتهاجم الا الشجره المثمره. ما الا كنتي انت فاشل شي واحد ما غيهضر عليك، ما كنتيش معروف حتى شي واحد ما غيهضر عليك. فهاد الشيء شوف انا دائما مبدئي في الحياه رضا الناس غايه لا تدرك. انا خدامه منوضه محيحه مع احبابي وصحابي، وشتو معنا اليوم ما شاء الله الصراحه دازت مزيانه. الناس كرام، الاخ عبد الله كذلك كريم، انا كنقولها ماشي حيت هو قدامي، اهل الكرم. انا كيعجبني اللي كيكبر بيا وكنكبر بيه، فالحمد لله هذه كتبقى مجرد شائعات لا تغني ولا تسمي من جوع، ما على باليش بها. ايوا شوف هذا مثل شائع ومعروف انه تيقول لك خوك في الحرف عندوك، ودائما شوف اي مجال سواء في المجال الفني او في اي مجال كان دائما كتلقى اعداء ديال النجاح، دائما اقرب سواء من المقربين لك او من الناس اللي كينافسوك في الدومين ديالك. فشوف انا شخصيا ما كتعنينيش هذه الامور، هذه عندي هدف انا ماشي عليه خلاص، ما على باليش. انا تنخدم للغالي ولا الرخيص، وكنخدم للرخيص قبل من الغالي، وكنخدم لولد الشعب قبل من اللي ولد لاباس عليه، وتنخدم اللي ما عندوش مسكين تنمشي انا نفرحه. كتعجبني غير ديك كلمه الله يرحم الوالدين، حنا غير ولاد الشعب وبنت الشعب، ما عنديش شروط جزائيه في اي مكان. اللي قصدني تنقول ليه مرحبا كيف ما كان، سواء غني، الغني راه كنديرو معاه ثمن، والبسيط كنديرو معاه ثمن، واللي ما عندوش راه كنديروها في سبيل الله. وهادشي ما كيتقالش، اللي كيدير شي حاجه كيديرها لوجه الله. الخير ما كيتصورش، الخير ما كيديروش بنادم يتصور به وبقى يبقى يبان به شوفوني كندير الخير، نو بالعكس. شوف ما كيهمنيش اللي كيحفر شي حفره لشي حد كيطيح فيها، عيا وما يديروا. انا دائما خدامه، انا مساليه من هنا الاسبوع القادم، عندي سينكو، عندي دريم وايت، عندي ريتاج، عند خويا يوسف، عندنا الناظور، عندنا طنجه. خليه شوف تعبت جدلا وانا اجادل وكنرد، صافي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، بقاو تهضروا حتى الصباح انا ما على باليش. انا شوف انا تنموت عليهم تنحمق عليهم، خصوصا الناس ديال مراكش، يعني بالاخص الناس ديال مراكش، من الحب الكبير اللي انا شفت منهم، خصوصا ساندونا في القضيه ديال مون بيبي. كذلك ملي كيشوف كتكون عندي شي سهره او فقط كيسمعوني انني كنجي لمراكش، كيحاولوا يتواصلوا معايا انهم يشوفوني او يجيو يحضروا، فهذا حب كبير من عند الله. شوف اللي كيحبوا ربي كيحب فيه خلقه، ولا عزاء للحاقدين. حاجة واحدة اللي بدي نقول لك، ان الإشاعات الناس تتهضر
والناس تتضادر، وهذا المحل الحمد لله راه معروف عالميا وديما سميرة الدودي تجي تلقوا تهديدات في التليفون على جيب سميرة الدودي. بحال اليوم وصلنا التهديد تاع لا ما خصكش تجيب سميرة الدودي. مرحبا بسميرة الدودي ومرحبا بالناس، ترى لي والو الحمد لله انه الاشاعات الناس تتهضر، ولكن الحمد لله ما اثرش عنا المحل سونتريز، خلى الناس تيجيو تيكتشفوا هذا المحل العالمي الحمد لله، ومعروف في مدينه الناخل ومعروف عند المغاربه كلهم. لا هنا ما عندناش، حنا هنا في ملا سونتريز انتيرجي تصور، خصك تتقبض الاذن من عند الشخص اللي بغيتي تصورو، عندك الحق تصور للمغني هو اللي عندك الحق، وانه باش تهز التليفون وتصور في وسط مالا ليلي سونتريز لا سي با بوسيبل. شوف اخويا العزيز سونتريز الحمد لله معروفه، تتنتج فنانه، كاينين شي فنانه بحال بداو في الميدان ما معروفينش، تتنجهم سونتريز تتبينهم في الميدان. لا الحمد لله سونتريز العالميه ماشي معروفه في مراكش، معروفه في العالم الحمد لله، عندها تاريخ كلشي تيتكلم عليها، والحمد لله معروفين في مدينه النخيل، ان محلات مشهوره الحمد لله عطت الكثير وباقي تعطي الحمد لله في جميع الميدان، تجيب فنانه معروفين الحمد لله وكلشي الحمد لله. من طنجه للقويره تسول على السونتريز يقول لك في مراكش، والحمد لله ولاو الناس تيهزو الاسم تاع السونتريز ولاو تيديرو في البلدان في المغرب، والحمد لله هذا شرف كبير للسونتريز العالميه اللي تيتكلم عليها الكبير والصغير في مدينه الناخل وفي المغرب كله الحمد لله. وكما قال الشاعر البريطاني البلبله سر النجاح الى العالميه.